حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. ألغام الحوثي تفرض على سكان الدريهم البقاء في بيوتهم. في تقرير لصحيفة أمريكية تقول 15 داعية في عدن قتلوا بالقرب من مساجدهم. مطالبات بإنهاء التواجد العسكري في مدارس تعز. أهلا بكم. كيف حول الحوثيون أفراح اليمنيين إلى أحزان وأوجاع؟ هكذا تساءل موقع الصحوة نت في صفحته الرئيسية، وقال: تلاشت ملامح الفرح من وجوه البسطاء في اليمن، واختفت ملامح الاحتفاء بالعيد في أوساط المواطنين في ظل حرب مستمرة منذ 3 سنوات وانهيار اقتصادي متواصل. ويفيد الموقع أن أيام هذا العيد التي انقضت كانت الأقل احتفاء لدى اليمنيين من الأعياد السابقة نتيجة استمرار التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وانقطاع المرتبات. في هذا العام تغيرت الأوضاع كثيرا مما أجبر غالبية الأسر على التخلي عن تلك الطقوس التي تعد جزءا أصيلا من ثقافة المجتمع. يقول محمد العمراني معلقا على هذا الموضوع: كنت أخذ أولادي إلى القرية في كل عيد ليتعلموا منها ثقافة الريف ويتعرفوا على أهالي القرية والآباء والأمهات الذين اتخذوا من القرية مسكنا دائما، ولم يعد هذا ممكنا. أحد المواطنين في صنعاء قال للموقع: أظن أننا في العام القادم سنكتفي بالاتصال بأقاربنا إذا استمر الوضع بهذا الشكل وسنعجز عن زيارتهم. محاربة الكهنوت شأن يمني فقط. تحت هذا العنوان كتب مصطفى ناجي الجبزي مقاله الذي تنشره بلقيس. يبدو مقطع الفيديو الخاص بجامعة إب وأكاديميون يؤدون قسم الطاعة لمولاهم عبد الملك الحوثي صادما جدا لمن يمتلكون وعيا بالحرية من حيث الابتداء ووعيا جمهوريا. لكن لو ترجم أو دبلج وقدم إلى أي أوروبي فإنه قد لا يعني له شيئا، مجرد حفلة. ربما يقارب رفع اليد اليمنى بتحية هتلر النازية في أحسن المقاربات، لكنه لن يستطيع التقاط الدلالة الكبيرة لهذا السلوك ومقدار الانتهاك للحرية، وأيضا الفاصلة الزمنية الكبيرة بين العقليات في البلد الأوروبي وبلد كاليمن. الفكرة الشائعة حول بلدان ما يطلق عليه بالشرق الأوسط هو أنها بلدان غارقة في الدكتاتوريات والحروب الدينية والانقسامات الجهوية والمناطقية، وهذا التصور هو الغالب وتقرأ الأحداث في اليمن من هذا المنظور. لم يعد هناك اهتمام بمناصرة نضالات الشعوب من أجل الحرية، وقد تقلص دعم الديمقراطية إلى فرض ديمقراطية طائفية بدلا من دولة المواطنة المتساوية. ومن المؤسف جدا أن النخب الشابة اليمنية المتواجدة في أوروبا أو أمريكا أو المرتبطة بها قد تماهت مع مشروع الديمقراطية الطائفية وأصبحت إحدى أدوات هذا المشروع. أوروبا تواجه أزمة انحسار وتراجع إمبراطوري منذ عقود، وقد دخلت في مشاكل اقتصادية، ولم تعد أحزابها تنذر إلا بتزايد الهجرة واللاجئين وتراجع فرص العمل. هذا المجال من الأفكار والتصورات لا يتيح لمعظم الغربيين قراءة المشكلة في اليمن باعتبارها معركة بين الدولة واللا دولة، بين وعود الديمقراطية والكهنوت الديني، بين أنصار العلمانية وأنصار الخلافة أو الولاية، بين مناشدي دولة القانون والمواطنة ودولة العسكر أو القبيلة. كل هذه العناوين لا دلالة لها في الغرب، فقط حصاد قصف الطيران أو أرقام الواقعين في أزمة إنسانية. المعركة في اليمن فقدت أبعادها الأخلاقية والسياسية وخرجت عن سياق التحول ورغبة التغيير مع الربيع العربي، وباتت المسألة أرقاماً وصوراً وكارثة يتحملها التحالف العربي. لقد غاب الفاعل اليمني في هذه الكارثة. لقيت المقابلة التي أجرتها قناة بلقيس مع الباحث الفرنسي المتخصص بشأن اليمني فرانسوا بورغا اهتماما ومتابعة من قبل المواقع الإخبارية اليمنية، حيث اهتم الموقع بوست بما قاله الباحث حول التحالف العربي، وقال: إن التحالف العربي جعل اليمن على شفا الكارثة الإنسانية ولم يتمكن من الدخول إلى تعز وتحريرها.
وقال أيضا أن الحل العسكري فشل ولم يتبقى سوى عودة الأطراف اليمنية إلى المفاوضات وإيجاد حل للأزمة بنفسها. ولفت بورغا إلى أن اليمنيين يموتون في بيوتهم من الفقر ولا يتأثر الغرب من هجرتهم بقدر ما يخاف من أزمة سوريا. وأكد الباحث الفرنسي بأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح هو من أدخل السم الطائفية إلى المجتمع اليمني عام 2006، موضحا بأن الطائفية وسيلة في يد المهيمنين أكثر من يد المعارضة، وأنه عندما تواجه ديكتاتورا لا بد من الوحدة ولا بد من تجاوز الخلافات الطائفية. أهالي الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة يخشون مغادرة منازلهم بعد أن حاصرتهم ميليشيا الحوثي بالألغام والقناصة. وفقا لموقع عدن الغد، فإن ألغام الحوثي تفرض البقاء الإجباري لسكان الدريهمي في مساكنهم لاتخاذهم دروعا بشرية. وقال الموقع: ساهمت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بجوار المنازل وفي الطرقات بمنع المواطنين من مغادرة بيوتهم، حيث تسبب انفجار لغم زرع بجوار أحد المنازل في مقتل فتاة وإصابة 13 آخرين من أفراد أسرتها عندما كانوا ينوون مغادرة المدينة على متن باص إلى أحد مخيمات النزوح في الخوخة. وهذه الحادثة وفقا للموقع خلفت استياء شعبيا واسع ضد الميليشيات الحوثية وأثارت مخاوف السكان من مغادرة المدينة حتى لا يكونوا ضحية أخرى من ضحايا الألغام. يتابع الموقع: يأتي ذلك بعد أن لجأت ميليشيا الحوثي إلى حصار المدنيين وتلغيم الطرقات بهدف احتجاز المواطنين كدروع بشرية داخل المديرية. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. بينما كان صفوان الشرجبي يسير على طريق مزدحم هذا الربيع بعد عودته من شراء الدواء لأمه، مرت بجواره سيارة تويوتا نوع كوريلا بيضاء أطلقت منها 4 رصاصات. سقط صفوان وهو إمام مسجد على الأرض وتجمع الدم أسفل ظهره. لم يكن الشرجبي كما تقول واشنطن بوست الأمريكية آخر إمام يموت وداعية يموت، وليس أولهم، لكنها سلسلة طويلة من جرائم القتل التي لم تحل. قتل ما يصل إلى 27 إماما في العامين الماضيين في عدن والمناطق المجاورة لها. قال محمد عبد الله صاحب الصيدلية البالغ من العمر 32 عاما والذي شاهد السيارة وهي تسرع بالفرار: عرف معظم الناس في الحي صفوان واستمعوا إلى خطبه، كان مؤثرا وهذا هو سبب قتله، لكن من قتله لا يزال لغزا على الرغم من تكهنات تنشر. لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أي من الاغتيالات ولم يتم اعتقال أي من الجناة. ازدادت وتيرة الاعتداءات بحدة منذ أكتوبر 2017 مع مقتل 15 من أئمة المساجد، وبحسب مسؤولين يمنيين فإن الضحايا تعرضوا جميعا للهجوم في حوادث إطلاق النار على سيارتهم أو قتلوا بالقرب من مساجدهم، وقد فر عشرات من رجال الدين الآخرين من المدينة. ومع ذلك يعد آخرون ساعات وأيامهم الأخيرة للبقاء على قيد الحياة. وتقول الصحيفة الأمريكية وفقا لترجمة موقع يمن مونيتور إن عمليات القتل تبدو مرتبطة بصراع على النفوذ في عدن بين السعودية والإمارات، على الرغم من أن الدولتين تواجهان الحوثيين، لكن السعوديين والإماراتيين لديهم رؤى مختلفة لمستقبل اليمن. صحيفة القدس العربي تابعت قضية تعرض مجموعة من اليمنيين للتعذيب في المكسيك وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أمريكا، وعنونت الصحيفة: عصابة مكسيكية تعذب مهاجرين يمنيين. وقالت الصحيفة: أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مجموعة شبان من اليمن لتعذيب بدني على يد عصابة مكسيكية، ويظهر في التسجيل الذي نشرته صفحة المغترب اليمني في أمريكا عدد من أفراد العصابة وهم يتناوبون على تعذيب الشبان واحدا تلو الآخر. واستندت الصحيفة إلى ناشطين قالوا إن الشبان اليمنيين هم مهاجرون غير شرعيين كانوا في طريقهم إلى أمريكا حينما وقعوا
في شباك هذه العصابة، وكانت العصابة تطالب بفدية 15,000 دولار عن كل واحد، وهم لم يكونوا يملكون شيئا، وتم رميهم على الحدود الأمريكية المكسيكية، فتم سجنهم من قبل السلطات الأمريكية في ولاية تكساس، وهم الآن يقبعون في السجن. وطبقا للصحيفة، فقد طالبت صفحة المغترب اليمني في أمريكا الحقوقيين ورجال الأعمال وكل من باستطاعته تقديم المساعدة لإنقاذهم التواصل معها لإطلاعهم على القضية. في افتتاحيتها، علقت صحيفة القدس العربي حول صدور تقرير خبراء مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وتساءلت الصحيفة: هل تبقى جرائم الحرب في اليمن حبرا على ورق؟ من حيث المبدأ، يمكن القول أن هذا التقرير يمثل انتصاراً لحقوق الشعب اليمني، حيث خلف النزاع وعمليات التحالف آلاف القتلى والجرحى، كما تسبب بأزمة إنسانية حادة أصابت الملايين حسب منظمة الصحة العالمية، وشملت القتل والتهجير والتدمير ونقص الأغذية والأدوية وانتشار الأوبئة، ورغم وجود 30,000 موقع يحظر قصفها حسب لوائح التحالف ذاته كما يقول التقرير، فإن معظمها تعرض للقصف، كما في الحافلة المدرسية التي استهدفت في صعدة مؤخرا، فأوقع القصف 47 ضحية وعشرات الجرحى. كذلك فإن نشر التقرير انتصارا لمجلس حقوق الإنسان ولمنظمات إنسانية وحقوقية وإغاثية عديدة طالبت على الدوام بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن، وثابرت السعودية على إحباط جميع الجهود السابقة الرامية إلى تشكيل مثل هذه اللجنة. ومن المنتظر أيضا أن ترفض المملكة نتائجها وتضرب بها عرض الحائط. ومن المفارقات المأساوية أن يرسل البنتاغون جنرالا أمريكيا يطلب من الرياض الترفق في قصف المدنيين في اليمن، وأن يتواصل في الآن ذاته التعاقد مع المملكة على مليارات من صفقات الأسلحة ذاتها التي ترتكب جرائم الحرب. وليس مستبعدا بالتالي أن يبقى تقرير خبراء حقوق الإنسان حبرا على ورق حين يعرض على مجالس الأمم المتحدة، بالنظر إلى أن مصالح القوى الكبرى تجعل سياسة الكيل بمكيالين هي الراجحة أولاً وقبل أي اعتبار إنساني أو حقوقي. في جولتنا بين الصحف الفرنسية، نطالع من صحيفة لوفيغارو التي تحدثت عن إشارة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق إلى جرائم حرب من المحتمل أن تكون جميع أطراف النزاع في اليمن قد ارتكبتها، وأكدت ذلك بعثة خبراء مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في تقريرها الذي يتناول الفترة من سبتمبر 2014 تاريخ بدء العنف في هذا البلد حتى يونيو 2018، أشار فريق الخبراء برئاسة التونسي كامل جندوبي، أشار إلى أن ضربات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تسببت مباشرة في سقوط معظم الضحايا المدنيين، وقد طالت هذه الغارات المناطق السكنية والأسواق وحتى المرافق الطبية. وقال فريق الخبراء في بيان إن لديهم أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن أعضاء من الحكومة اليمنية والتحالف تمكنوا من شن هجمات تصل إلى حد جرائم الحرب. وفي الصحيفة التي ترجمتها قناة بلقيس، قال الخبراء إن لديهم معلومات مهمة تؤكد أن الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من التحالف والقوات الحوثية يستخدمون الأطفال للمشاركة بنشاط في الأعمال القتالية. طلب مكتب التربية في محافظة التعز رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بإخلاء مؤسسات الدولة من المسلحين، كما نقلت صحيفة العربي الجديد، بسرعة إنهاء التواجد العسكري في المؤسسات التعليمية والمدارس التي لا تزال تتواجد فيها قوات تابعة للجيش والمقاومة الشعبية في المحافظة. مدير مكتب التربية في المحافظة عبد الواسع شداد قال للعربي الجديد إن عدد المدارس التي يتواجد فيها مسلحون 16 مدرسة ثانوية وإعدادية، وأكد أن معظم المباني التي طالب مكتب التربية بإخلائها يتم التدريس فيها رغم وجود أفراد من الجيش أو المقاومة، وهذا يعرض الطلاب للخطر. وأوضح شداد على أن اللجنة الرئاسية وعدت باستكمال إخلاء المدارس والمباني التعليمية، وحتى الآن لم ينفذ القرار، مشددا على ضرورة تسليم تلك المدارس والمباني قبل بدء العام الدراسي لإتاحة فرصة كافية لتهيئتها لاستقبال الطلاب وعودة العملية التعليمية إليها.
ترامب صامد وإقالته مستبعدة. تحت هذا العنوان كتب جاي سورمان مقاله ترجمته منال نحاس ونشرته صحيفة الحياة اللندنية. في الثمانينات عرف الرئيس الأمريكي رونالد ريغان بالرئيس تيفال. لم تؤثر الفضائح والتعثر في شعبيته كأنه مطلي مثل أواني تيفال بمادة تحميه من التصاق ما يرتكبه به. لكن هل ترامب من الطينة نفسها؟ فكل ما فيه يدينه، زعمه النضال، شتمه السود والنساء والمهاجرين والصحفيين، ومواقفه غير المتماسكة في القمم وازدراء العدالة، وارتكاباته المالية وعلاقاته الغريبة ببوتين. وإلى اليوم لم يفتر دعم الأمريكيين ممن انتخبوه، وهم ثلث الأمريكيين، وليست نسبة مؤيديه غالبية، لكن في وقت المعارضة مشتتة إطاحته عسيرة. والحق يقال هذه الجنح هي وراء شعبيته. فعلى خلاف التوقعات وربما هي من قبيل التمني، لا يشبه ترامب الرؤساء، بل هو أقرب إلى رسم كاريكاتوري وبوك شعبي يدور كلامه على مصالح الشعب كأنه مرشح وليس رئيسا مسؤولا. وعشية انتخابه كان علما على انتقام الرجل الأبيض من الأقليات الثقافية ومناصري حقوق الإنسان والتقدميين ومؤيدي العولمة، وهو مذاك على هذه الحال كأنه منيع أمام العالم الفعلي، ويستقي معلومات كاذبة من فوكس نيوز مصدر معلوماته العالمية اليتيم. وناخبوه هم في مثابة أعضاء في نادي معجبين، وحماستهم لنجمهم لا تفتر ولا تخبو. فالرئيس يرطن بلغتهم ويفكر مثلهم ولا يخفي عنصريته شأنهم. وتترك حال ترامب هذه العالم في حيرة، فما هو فاعل أمام أكاذيبه ورفعه الصوت على الحكومات الغربية وغيرها؟ فمنذ عام ونصف العام إلى اليوم العالم مختل التوازن، ورؤساء العالم يحاولون التعامل معه وتهدئته كمن يهدئ الوحش، لكن محاولاتهم لا ترتجى منها فائدة، وهم عاجزون عن الإجماع على خط دفاع مرصوص في مواجهته، سواء في مسألة الناتو أو التجارة أو إيران أو الصين أو كوريا الشمالية. وفي آخر أخبار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا بحسب موقع شبكة البي بي سي أنه وجه تحذيرا لشركات جوجل وتويتر وفيسبوك متهما إياهم بالانحياز ضده. وجاءت تلك التصريحات في ظل نشوب خلاف بسبب اتهام ترامب لهذه الشركات بأنها تتحيز ضده بشكل ملحوظ، وقال إن عليهم أن يكونوا حذرين للغاية بعد اتهامات سابقة لجوجل بتزوير نتائج البحث عن عبارات أخبار ترامب على محركها. جوجل ردت بأن محرك البحث الخاص بها لا يخضع لأجندة سياسية وليس متحيزا لأي فكر سياسي. ترامب ذكر كذلك تويتر وفيسبوك وقال من الأفضل أن يكونوا حذرين لأنك لا تستطيع أن تظل تفعل هذا بالناس. لدينا بالفعل آلاف الشكاوى تتوالى، ولم يقدم ترامب أي تفاصيل عن الإجراءات التي قد يتخذها. رغم الحرب الدائرة في اليمن والمآسي التي يمر بها اليمنيون، يبدو أنهم لا يزالون قادرين على الاحتفاء بالحياة. الوجه الآخر لليمن كما قال موقع شبكة بي بي سي متمثل بهذه الصور الملتقطة من مهرجان ثقافي محلي في مدينة صنعاء، والتي تظهر ثيابا وحليا تقليدية يمنية. نتابع. وبدون كلمات يعبر فنانو الكاريكاتير عن الأحداث وعن وجهات نظرهم حول القضايا ليكون تعبيرهم أبلغ. أبرز ما نشرته الصحف نتابعها في فقرة الكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.